هذه المثلثات الموضحة أدناه تعتبر متطابقة أم متشابهة أم لا هذا ولا ذاك؟ حتى يكون المثلثان متطابقان فيجب أن يكون لهما نفس الحجم والشكل. وبطريقة أخرى، إذا أردتم تدوير أو قلب شكل واحد فيمكنكم أن تجعلوه مطابقا للآخر. وهناك طريقة أخرى للتفكير بالتطابق فيما يتعلق بالمثلثات بشكل خاص، هي أن جميع الأضلاع والزوايا المتماثلة يجب أن تكون متساوية. إذن هنا نرى ضلع واحد على المثلث الأقصر أو الأصغر، قياسه 5، هنا 7.5. في الحقيقة جميع هذه الأضلاع قياسها 5 وجميع هذه الأضلاع قياسها 7.5. إذن بكل وضوح هذان المثلثان لا يمتلكان نفس أطوال الأضلاع، بالتالي ليسا متطابقان. وفي الواقع يمكنكم إيجاده من خلال النظر إليه، إنهما يختلفان بالحجم حيث أن هذا المثلث أكبر من هذا الموجود هنا، إذن لا يمكنهما أن يكونا متطابقين. التشابه من الناحية الأخرى، يمكن لمثلثان أن يتشابها حتى لو كان حجمهما مختلف طالما أن لهما نفس الشكل. وعندما نتحدث عن نفس الشكل، هنا لدينا طريقتان لنفكر بهما. الأولى هي أن النسبة بين أطوال الأضلاع المتشابهة تكون نفسها، أو أن جميع الزوايا المتناظرة تكون متطابقة. فيمكننا أن ننظر، وهذا الموجود هنا، هذه العلامات الصغيرة توضح أن هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية. ونحن نعلم أن مجموع زوايا المثلث يجب أن يكون 180، وهذه الثلاثة متساوية، ثلاث أشياء مجموعها 180، كل واحدة يجب أن يكون قياسها 60 درجة. لكن هذا ينطبق هنا أيضا، هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية وتساوي هذه الزاوية أيضا، جميعها لها القياس 60 درجة. بالنسبة لهذان المثلثان فإن جميع الزوايا المتناظرة تكون متساوية. في الواقع فإن جميع الزوايا متساوية، ولهذا السبب يمكننا أن نقول أنها متساوية. ويمكن أن نفكر بذلك بطريقة أخرى، وهي أن نسبة الأضلاع المتماثلة هي نفسها. فإذا قلنا أن هذا الضلع JK يشابه الضلع ZY، هنا علينا أن نأخذ خيارا كون أن جميع الأضلاع لها نفس الطول، نقول بأن النسبة بين هذان الضلعان، إذن JK على ZY يساوي 5/7.5، وهذا نفس نسبة KL على YX، وهذا يساوي KL على YX أي 5/7.5، وهذا أيضا نفس نسبة JL على ZX، ذلك نفس JL على ZX. إذن لدينا طريقتان لنفكر بالأمر، فيمكنك أن تقول انظر إن جميع الزوايا المتناظرة متساوية، وفي الواقع عليك أن تنظر إلى زاويتان فقط، لأنه إذا كان اثنتان منهما متساويتان ستكون جميع الزوايا المتناظرة متساوية، هذا بحد ذاته يوضح أنه متشابه. وبالإضافة إلى ذلك طريقة أخرى لنفكر بالأمر، هي أن النسبة بين الأضلاع المتماثلة هي نفسها. إذن هذان المثلثان متشابهان. الآن أريدكم أن تدركوا شيء واحد، أن المثلث المطابق دقيق نوعا ما، إنه مثلث مشابه نوعا ما، حيث أن جميع الأضلاع تكون أيضا لها نفس الطول. في الحقيقة إن جميع ملامح التشابه لها نفس الحجم. إذن جميع المثلثات المتطابقة، إذا كان مثلثان متطابقان congruent، فهما بلا شك سيكونان متشابهان similar. إذا كان المثلثان متشابهان فربما يكونان متطابقان لكن ليس بالضرورة. وأعتقد أن طريقة التفكير بالأمر هي أنه، لنذكركم بموضوع المثلثات المتشابهة، إذا فكرتم بموضوع المثلثات المتشابهة similar، فالمثلثات المتطابقة تعتبر فرع من ذلك congruent. إذن كل شيء متطابق سيكون متشابه، إذا كان مثلثان متطابقان فسيكونا متشابهان، لكن المثلثان المتشابهان يمكن أو لا يمكن أن يكونا متطابقين.